وتركت تلك الآثار بصمات غائرة في نفس وعقلية رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير، مقرونة بالألم والمرارة، حيث تقول: لا شيء أقسى على نفسي من كتابة ما حدث في أكتوبر، فلم يكن ذلك حدثا رهيبا فقط، وإنما كان مأساة عاشت وسوف تعيش معي حتى الموت. فلقد وجدت نفسي فجأة أمام أعظم تهديد تعرضت له إسرائيل منذ نشأتها، ولم تكن الصدمة فقط في الطريقة التي يحاربوننا بها، ولكن أيضا لأن عددا من المعتقدات الأساسية التي آمنا بها قد انهارت أمامنا.